لما هلا مشاهدينا بننتقل مع زميلتي سلمى لعالم الابداع والفن، ويمكن اليوم في لمسه انثويه خاصه يعني مميزه، كل المميزين بالفن والابداع انثى اليوم عندنا بالحلقه، فتحيه للانثى السوريه. اكيد رح نقول نور انه اليوم ضيفتنا هي موهبه خاصه استطاعت انه تجعل من الواح الخشب والورق وجوه تنطق بالفن وبالإبداع من خلال رسمها وإبداعها على مواد مختلفة لتنتج بالنهاية صورة لشخوص معروفين أو حتى لحالات فنية معروفة. طبعا ضيفتنا اجتنا من حلب على الشام، بدنا نقول لها 100 سلامة أول شيء. أهلا وسهلا فيكي سلمى، يسعد صباحك. صباحك يا رب. ضيفتنا رويدة طيفور، فنانة بمجال الرسم على الخشب، استطاعت إنه تجعل أيضا من صفحتها على السوشيال ميديا صفحة صغيرة، ولكن قدرت توصل فنها ورسوماتها بشكل كبير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي عن جديد. صباحك يا سلمى، يسعد صباحك. يسعد صباحك رويدة، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا نور. بعض اللوحات كثير مع شغلك كثير. بدنا نقرشي لوحة للكاميرا ونحن عم نسألك بالبداية، كيف قدرتي يمكن ترسمي خطك الخاص؟ يعني في بصمة مميزة من خلال في دائما عندنا فنانين شباب ورسامين موهوبين، بس أنت يمكن اختلفتي نوعا ما وإلك لمسة خاصة. البداية كيف كانت؟ هلا البداية انا كانت برسمة كثير حلوة هيك. يلا هلا البداية الطرب. كانت انا لما بلشت برسمة لممثلين، بلشت اول شيء شوي شوي للمطربين، بلشت بالبورتريه اسم الاشخاص، فهي كانت البداية. حبيت بلشتي يعني تنقي صورة فنان ترسميها وتنزلي له اياها على الانترنت ويبلشوا يشوفوا هن، يعطوا صدى حتى على هذا الموضوع. نزلوا اياها على الانستا او على الفيس، وبقى هون ببلش انا عندي التفاعل الناس اللي بحبوا رسماتي. هذا كله بورتريه؟ كله بورتريه. ايه بس صعب. يمكن عم نشوف لوحات سلمى فيها تعابير قريبه من الطبيعه واضحه جدا، يعني تماما هذا الشيء اللي هي تميزت فيه جدا. يعني بتفكري اللوحه نوعا ما فيها جزء من الحقيقه، يعني هي الدقه بالرسم وهي النوع من الرسم قديش بده فعلا حرفيه. هلا هو غير حرفيه يا نور، هو بده اكيد هو المشكله بده يبقى انه في دقه بالرسم، تفاصيل في دقه واضحه جدا، تفاصيل مثلا البيبي او الام، تفاصيل العيون، الوجه بشكل عام بده وقت طويل لحتى انا احسن اعرف طالعه نظاميه. وكمان حسب المادة الخام اللي أنا عم بلون فيها. كمان هي من الوجوه، خلينا نعرضها. هاي كمان إيه، هاي المرسومة على كونسون زهري. والألوان مائية. ألوان مائية الوجه والشعر الباستيل السوفت. أنا بدخلها حتى يطلع شيء بتناسق مع اللون الزهري اللي هو الكرتون. يعني كمان هون في شغلات نور، يعني خليني بس رح طلعها شوي شوي. هي اللوحة هي مدخلة كمان الصدف مع الرسم. كمان ألوان مائية، شفنا اختلاف لأنه سألت أنا على الألوان، في أكثر من تقنية مستخدمة باللوحة الواحدة. نفس الشيء هون الوجه كمان ألوان المائية بس تبقى جبصين، تبقى هاي كثير سميكة. ونفس الشيء دخلت شيء اسمه صدف كفكرة، هيك نوع جديد حلو. كمان ما في شيء بيصعب عليها لرويدة، هالحجر على الحجر كمان راسمة وجوه مختلفة. هلا هون هدول عاملة كمان بورتريه بس باستعمال الدهان الأسود. فبالدهان الأسود ممكن أعمل شيء على الحصى. حلو. على الحصى، وفيني كمان أعمل شيء على الخشب. خلينا يلي هو الجزء. هلا انا هون بلشت فيها بس ما كملتها. خلينا نشوف فيكي تشتغلي شوي اذا بدك، ونحن عم ندردش على حسب هلا هي الوقت اللي معنا. هاي هي بس لسه ما كملتها، بدي كملي على الخشب. اوكي. الالوان تختلف لما تغيري الماده بس، ولا معتمده فقط المائي؟ يعني الخشب امتصاصه يختلف عن الورق ويختلف عن الحجر. هلا بس بهالقصه انا فيني الوان بالخشب والشنيار نفس الشيء. هاي بس انا بدي اكملها. باخذ قلم الشنيار. كثير حلوين. يعني عم نشوف يمكن سلمى تفاصيل
جدا تفاصيل واضحة. جدا عاطيه الواقعيه خلينا نقول التصوير اكثر من يعني ما بيخطر على بال الشخص انه هي الصوره ليقرب ويمسكها الصوره. كمان الخام اذا كان شيء على الورق او الكرتون او حتى خام ارسم على الخام كمان فحسب التنويع. حلو. انا هلا مثلا مثل هي انا فيني عالشنيار بكملها وبدخل كمان خشب فيها. اوكي خلينا وانت عم ترسمي نحن عم ندردش معك. اوكي يعني خليني اقول قد ايه تقريبا كم سنه صار لك رويدا؟ انا بلشت من عمر 8 سنين. من 8 سنين بلشتي؟ بلشت من 8 سنين. اول شيء كان انه حب الرسم، بعدين طورت حالي من السوشيال ميديا، حبيت اعمل شيء ممكن انا بشغلي. انا بصمم ازياء ومعلمه بالمدرسه. فبصمم ازياء صرت اشطر، عارف انه الالوان انسجامها ببعض البعض او القصه كله من الرسم اللي انا عم بساويه. ومدرسه شو بتدرسي؟ رسم اختصاص كمان رسم، كمان رسم. علمت رسم. حلو يعني اكيد بتفيدي الاطفال معناته بهذا الشيء. ايه كثير مبسوطين منه يعني لهلا بقولوا لهم رويدا اكيد يعني بيكون الاستاذ قريب وبيحب الشيء اللي هو عم بيدرسه طبعا فبيابدع فيه اكيد. كيف عم تشوفي تفاعل الفنانين كانوا معك ببدايه الفكره؟ هلا ببدايه الناس على السوشيال ميديا عم نشوف الى يمكن وقع خاص واصداء مختلفه بتساعد نوعا ما على الانتشار في ظل الظروف اللي عم نعيشها هلا. كثير ممكن مثلا ممكن كشهره لإلي الناس تعباني اكثر او تعرفني من رسماتهم. مثلا برسم رسم ممكن هالفنان ينشرها عنده على الصفحه على الانستا او على صفحه الفيس فبزيد متابعيني لما هو بيعرف عني. فهذا الشيء ببسطني لقلبي بفرحني كثير. اكيد رويدا خلينا نقول كمان شاركتي بشي معارض، حبيتي تشاركي بمعارض رسم جماعيه او فرديه، عملتي شيء؟ هلا بصراحه لا، لا ما جربتي. كنت بدي مشكلتي انا عندي الوقت، يعني بين التصميم للمدرسه للرسم وقتي عم بيبقى احيانا انه ضيق. لما بيخطر لي بكون لوحاتي انباعت او اتاخذت كهديه فللاسف لا. هلا عم نشوف كمان كثير بيطلبوا منك، يمكن صار هلا بيوصوكي انه بدنا شيء على خشب، بدنا صورتنا اذا بتقدري ترسميها. صرنا بنشوف قد ايه بتلاقي كمان هذا الشيء عمل لإلك خط مميز، يمكن انت تميزتي اكثر شيء بالوجوه على الخشب. الناس بتوصي عليها كثير. هلا سلمى صار هالشيء لما انا كانت كبدايه لرسمه استاذ صباح فخري، لما رسمتها انا على الصدفه نزلتها قلت ممكن ما يحبوا عليك. عم شوف انا صور عم شايفه ايدك حلوه، انا ممكن ما يحبوا او شيء، لقيت في اقبال وفي يعني انه شيء كثير حبوه وقالوا لي انه شيء مميز. فكانت هي هيك قصه يعني مرسم مع الجزء حطوه انه هدية تبقى حلوه كثير اكيد. طب رويدا لما نقول يعني نحن عم نحكي معك من طابع حديثنا شفنا لوحات عديده وجدا جميله على الشاشه تعرض خلال الحديث. لازم يكون في لك مشاركه ضمن المعارض، يعني ضمن خطتك القادمه بالمستقبل، لانه في موهبه فنيه جميله ودائما بحلب، يعني ام الفنون دائما في تميز وابداع خاص يظهر للعالم الاخر. ضمن المستقبل حاطه ببالك انه يكون في لك مشاركات؟ اكيد حاطه وحابه كمان هالشيء يعني يبقى باقرب وقت لي. ان شاء الله ان شاء الله عن قريب ان شاء الله مستضيفك قريبا مشاركه بمعارض عالميه ان شاء الله يا رب. تسلمي. هلا نحن انت مبلشه فيها رويدا، هلا فيها. عم تعملي فيها هلا اللمسات او اللمسات قديش بتاخذ وقت تقريبا؟ اللمسات الاخيره لا، لان هي بدها 4 ساعات. يعني هي الجزء مشكلتها انه انا ما برسم قلم رصاص، ببلش فورا بالقلم الشنيار مبين يمكن الخطوط، انا فيني الونها يا اما بقلم دهين او بهالشنيار كمل. ومشكله الجزء احيانا اللون بيفتح معي تقريبا يعني 4 ساعات متواصله. 4 ساعات لتاخذ الوجه الشبه معك. تماما. بتعملي شيء خليني اقول مثلا في ناس بترسم شيء برا قبل ما تطبقه، ولا انت لا عندك القدره انه فورا تطبقيه على الشيء اللي بدك اياه؟ لا فورا. كمان شفنا شيء من شغلك خط عربي، توجهتي كمان للخط العربي؟ هلا هي بدايه صغيره لساتي لالي، يعني انه ما هالخط اللي انا القوي، بس يعني انه حبيت انا من دراستي بالمعهد عندنا قسم الخط العربي انه نبلش فيه. طيب تفاعل الناس اكثر شيء بيكون الطلب على شو؟ غير الخشب يعني الناس شو اللي عم تحبه هلا اكثر بتطلبه منك؟ اكثر عم تحبه هو الخشب، لاني فكره جديده يعني الهدايا صارت بدل ما ارسم انا لوحه ويعلقوها على الجدار لا بكفي على الجزء. شفنا صناديق خشب كمان، يعني شفنا اكثر من فكره مش طبعاً. لوحات فقط لا، ممكن على الجزء وممكن على صندوق خشبي. صندوق ممكن انه انا اكتب عباره بالخط العربي وممكن ارسم الشخص اللي حينهدى هالهديه.
اكثر من قصه. ممكن قلت لك انه على الحصى، ممكن على الثياب، على حسب كمان البيت وين على الثياب ممكن نشوف يعني خط عربي فكره حلوه مختلفه. عامله مانديلا وخط عربي انا على الثياب، عملتي مانديلا وخط عربي على الثياب كمان حلوه هي الفكره، وفي كثير ناس هلا عم ترغبها. صحيح. ويمكن بتكون غاليه شوي هلا، ولا كيف عم تحس فيها؟ من ناحيه الادوات هذا التيشيرت من عندهم، ادوات من عندي لا ما غاليه ابدا ابدا لا. طيب واذا انت بدك تجيبي كل شيء تقريبا؟ هلا انا حجيب كل شيء، ممكن تبقى علي انه غاليه وعليهم كمان فحسب التكلفه. صح التكلفه. بس بتضل ذكرى بالنهايه، بتعيش معهم عمر مثل ما بنقول. اكيد. ولا لمسه خاصه دائما احلى شيء بالهدايا يمكن نور انه يكون في شيء خاص تحسي انه هالشيء معمول لك انت، مو معمول لحدا ثاني. يعني ما تشتري قطعه مثلا جاهزه او شيء جاهز، يكون في تعب بالتفاصيل، وهذا الموجود عند هو ويدا. كمان الناس تتقبله اكثر، يعني انه بحبوه اكثر، انه بشوفوا الشيء غريب ومميز انا حبيت رح اخذ هيك، رح ارسم هاللوحه. صح. خلينا نحكي عن خطواتك الجايه، بشو مفكره كمان تطوري؟ يعني هلا شفنا بلشتي بالكرتون بانواع متعدده، بالقماش، بالخشب، كثير شغلات، حتى بالحجر عم ترسمي عليه. لوين حابه توصلي رويدا؟ هلا بصراحه حابه اوصل، انا بهمني انه الفكره اللي اوصلها قبل ما انه انا برسم شيء انه ينباع معي او ممكن انشهر فيه. الفكره اللي انا بدي اياها ممكن اوصل لشيء، اوصله للناس بطريقه غريبه. قد ايه عمرك رويدا؟ عمري 33، رح اطب 33 بقى. العمر كله. انا شفت طموح كثير يمكن كبير عندك، وبعمر صغير، وموهبه جدا جميله نعتز ونفتخر فيها. رويدا طفيفور بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا، وان شاء الله يا رب نستضيفك قريبا هيك بمشاركه بمعارض عالميه، ويكون لك فعلا بصمه خاصه بمجال الفن والابداع. شكرا كثير لك. تسلمي لي يعني، وانا كمان رح اتشكركم على هالاستضافه الحلوه كثير سلمى ونور. شكرا لك رويدا، سعيدين انك انت موجوده. نعرف انه انت اجيتي من حلب مخصوص لكوني ضمن صباحنا غير. مثل ما عودناكم مشاهدينا دائما بنحاول نكون مع كل الموهوبين بكل الجغرافيا السوريه، شبابنا دائما موهوب بكثير قصص وعنده افكار وعنده مشاريع وبيستحق انه نحن ندعمه. كانت لمستنا الختاميه لليوم هي لمسه فنيه. بدي اقول لك شكرا لك رويدا، وتحيه لك، تحيه لاهلنا بحلب. تسلمي لي يا سلمى، كمان الف شكر كمان لكم. شكرا لك. على فيك. تحيه لكم يا رويدا. رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، حاولنا خلال ساعة وربع نقدم مواد مفيدة بتلامس يمكن همومكم اليومية، وضمن الظروف الصعبة اللي عم نعيشها عم نحاول نقدم لمسة خفيفة صباحية. بنتمنى لكم بقية نهار ممتع، إلى اللقاء. نهارك سعيد سلمى. نهارك سعيد نور، نهار سعيد لكل مشاهدينا. أنا يمكن إذا ماني غلطانة فهي أنا، ما هي أنا بس لسه ما كملت، هلا رح نشوفها كيف رح تكون. شكرا لك رويدا.